اتفضل. وقبل ما نتكلم على كل برج محتاج ايه في الربع الاخير من السنه، لو عنده حبيب، لو عنده شريك، لو احتياجاته ايه، عشان احنا طول الوقت بنمر بتغيرات. تيجي نقول لك الاول اسئله سريعه قبل ما نقول ده. بصي، احنا عندنا مجموعه من الاسئله وضبناها لك عشان احنا عايزين نعرف كولكشن كده قبل ما السنه تخلص. فسهير هتسالك اول اسئله، يعني غير سهير في السؤال ده، يعني غير سهير، غير برج سهير، من هي اجمل اجمل سيدات الابراج غير العذراء؟ غير العذراء والسرطان. والله كل السيدات، ما بقاش في ستات وحشه على فكره، كل ستات جميله، بس بشوف ان في ست، يعني الابراج في الستات الجميله، بشوف ان برج الدلو، ست برج الدلو حلو. الدلو، يبقى الدلو هي الاجمل. اجمل سيدات الابراج. طيب الاذكى؟ اذكى سيدات الابراج بشوف ان الحمل والعذراء اذكى برجين في ال. حاجه من عندي. بصي، هي طبعا الكواكب بتحكم حاجات كتيره جدا، لان كوكب عطارد ده بتاع الذكاء وهو حاكم برج العذراء، فطبيعي يكون العذراء. بس الذكاء انواع، في ذكاء عاطفي، ذكاء اجتماعي، ذكاء. بنتكلم بقى ان جنرال الذكاء بقى اللي هي يقال عليها الزكاء. عارفه ما تقابلي حد تقولي ستي دي ست ذكيه، دوري عليها تلاقيها حمل، تلاقيها عذراء، اذكياء جدا جدا. طيب اشيك سيده الابراج؟ العقرب، ست العقرب. ست العقرب؟ انا انت قابلت ست العقرب قبل كده؟ ست العقرب، ست عندي صديقات كتير برج العقرب. ايه ده؟ اخت مس مس اخت تحب محجبه، بس عشان هي محجبه تحب طقم. لا بس والسرطان عيب يا ما هو ما انا بقول ما فيش واحده وحشه وما فيش واحده مش شيك، بس احنا بنقول احنا دلوقتي يعني انا مشيت معاكي. انت عايزه برج واحد صح؟ في الجمال وفي ال، انت عايزه برج واحد. تغاضيت على مضض، على مضض. طب انتوا عايزين برج واحد ولا ابراج كتير؟ احنا بنحاول بنعمل يعني سلكشن. طب الابراج الاكثر انفعاليه؟ العذراء طبعا. لا، القوس. القوس برج ناري وانفعالي. القوس والحمل كمان. والحمل بس احنا بنختار واحد ولا اقول لكم كتير؟ لا واحد. لا واحد ده، خلينا لو بتصعبوها عليا هتبقى واحد. الثلاثه يعني. الابراج الاكثر هدوءا وثباتا؟ الحوت. انا بشوف ان الحوت هادي، هادي انفعالاته هاديه. ده حقيقي. الاكثر جاذبيه؟ كاريزماتيك. ست ولا راجل؟ لا اشمعنى ده ست ولا راجل؟ امراه العقرب. امراه العقرب؟ طب ولو ورجل العقرب؟ ورجل، ورجل العقرب. الاثنين برج العقرب بيدي كاريزما وغموض كده لبرجه، سواء كان ست سواء كان راجل. ده حقيقي. المرأة الأكثر اجتماعية وشعبية؟ الجوزاء، اجتماعية جدا. الأكثر تسارع وتهور؟ الحمل. برج الحمل متهور جدا. أبراج الرجالة اللي عينهم زايغة؟ دول كتير. قولي. ما أبراج احنا قلنا أبراج، هنقولهم بالترتيب. اوكي، اول راجل القوس، بعدي العقرب. قوس عقرب. الثالث الميزان، ثم الاسد. قوس عقرب. اول راجل عينيه زايغه هو القوس، ثاني راجل عينيه زايغه هو العقرب، ثالث قوس برج عينيه. بمعنى ايه يعني؟ اللي هو امراه واحده لا تكفي عينيه، عينيه زايغه بس، ولا بحب الجمال يعني؟ مش بالضروره على فكره عينيه زايغه يعني يكون هيطلق وهيسيب مراته كده. لا، عينيه زايغه بيحب الستات يعني. بيحب الستات عينيه زايغه بيحب يعني. الجمال اكيد بينتقي يعني، مش بيحب. لا يعني كل الستات. لا يعني ممكن يعمل علاقات. أيوة مفيده، تقدر تفيدك في الموضوع ده. الراجل اللي بيحب الستات يعني يعمل علاقات متعدده، لكن في البيت ما فيش مانع من نزوه كده عابره، نعرف ستتين في نفس الوقت. فاحنا قلنا القوس والعقرب والميزان ثم الاسد. انتوا ظالمين يا رجاله.